رأيك إيه في أغاني المهرجانات ومزيكة المهرجانات؟ بترقصني وبتبسطني ومش متضايق منها خالص بصراحة يعني. ممكن تغني مهرجانات؟ لو في عمل درامي ما عنديش مشكلة طبعا. طب ممكن تغني لي دلوقتي؟ انت قلت لي مين الدواتو اللي عايز تعمله مع حد دلوقتي موجود؟ شيرين، سميرة سعيد يعني. الله. مثلا الله. لو سألتك ما بين الغنى والتمثيل، سؤال طبعا تقليدي جدا واكيد اتسألته كتير قوي، بتحب ايه اكتر؟ مش هعرف. مش هتعرف؟ لا، تحبهم الاثنين خالص. اصل خلي بالك يا انجي، هو الغنى انا اتولدت سمعت مزيكا وشفت اجواء موسيقيه واجواء لذيذه بشكل ليها علاقه بالمزيكا، لازم تحببني في المزيكا غصب عني. وعلى الناحيه الثانيه كان عندي في التمثيل اكتر حاجه كان عندي شغف ان انا اتعلمها وابقى جزء منها وابقى بحاول ابقى بني ادم تاني بشكل صادق وحقيقي. يعني دي حاجه انا اجتهدت لها قوي وتعبت لها قوي وكان عندي شغف ان انا ابقى جزء منها، ودي حاجه انا اتولدت بيها، فدي ليها معزه ودي ليها معزه تانيه خالص. فمش هعرف اختار ما بينهم. كلمني.